برغم كلام كتير جدا عن فكرة إعادة التعديل في دستور كان عليه أساسا كثير من التحفظات، كثير جدا من التحفظات، أو كتابة دستور جديد، إلا في الآخر الاثنين أو في الحالتين في نقطة محورية وهي حقوق النساء في هذا الدستور. كان في تهميش كبير جدا سواء في هذا الدستور، طبعا كان في انجازات اكبر بكتير في الدستور اللي قبله لو هنتكلم، بس هنتكلم بشكل عام ان كان يجب ان يكون في مصر الجديده بتبتدي مرحله جديده من عمرها في مستقبل افضل لمصر، المفروض يكون في وضع ملائم ومناسب ويا ريت يكون افضل للمراه المصريه، وطبعا الدستور هو واحد من اهم دعائم هذا الوضع. ومن هنا جت الفكره او من هنا جاء المقترح اللي هنتكلم عنه دلوقتي. كان في فتح الباب لمقترحات كتيره، اي حد عنده مقترح للتعديل او لبنود او لوثيقه بيتقدم بيها للجنه المعنيه بهذا الشان. ومن ضمن اللي تقدموا بهذه المقترحات وتحديدا لدور المراه وتحديدا لتحسين دور المراه في الدستور او في التعديلات الدستوريه الجديده كان مركز وسائل الاتصال والملائمه من اجل التنميه او اكت. النهارده هيكون معانا منورنا من المركز عشان يتكلمنا اكتر على الموضوع ده ويفهمنا اكتر بالظبط ايه هي اهم المقترحات وهي اهم مشاكل الدستور القائم بالفعل واهم مشاكل النساء في مصر بشكل عام. هيكون معانا الدكتوره عزه كامل الكاتبه والمدير التنفيذي لمركز اكت. صباح الخير. صباح النور، اهلا وسهلا. مظبوط ان في مشكله كبيره في الوضع الحالي لوضع المرأة. الدستور اللي هو تم تعطيله واعتقد ان 30 يونيو يعني كانت احد الحاجات اللي خلت يبقى فيه 30 يونيو اللي هو كان الجدل الكبير والاعتراض اللي تم على دستور 2012 اللي اتعمل زي ما بنقول بليل يعني، واللي انه في الحقيقه هضم معظم الحقوق للمواطنين والمواطنات وبالاخص كمان حقوق المرأة. يعني كان في البند الاساسي اللي احنا بنقول ان ما يبقاش في تمييز على اساس العرق او الجنس او الدين او كذا او كذا، هتلاقي كلمه ما يبقاش في تمييز بس مش على اساس كذا، ودي لاول مره تبقى في دستور من دساتيرنا المصريه. يعني ما صنفوش يعني على اساس ايه، وبالتالي اتحطت نقطه وانتهينا، ودي مش في ادبيات الدساتير كلها. كمان نيجي نقول انه البند بتاع انه المجتمع والدوله يبقوا مسؤولين على الاخلاق الحميده والقيم، وده زي ما شفنا اعطى الحق لبعض جماعات النهي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ان هي تقتل الشاب المهندس بتاع السويس لما كان ماشي مع خطيبته، او انها تهاجم بنات ماشيين في الشارع لو لقوهم يعني بصحبه رجال ايا كان الرجال اللي معاهم. وبالحقيقه الماده دي فتحت الباب على مصراعيه لاي حد عايز يعمل اي حاجه. كمان ما تحطلناش بند على موضوع السلامة الجسدية للبنات وللنساء، ده معناها ان انت تسمح بإجراء ختان الإناث. لازم الدستور يبقى بينص على السلامة الجسدية، حماية السلامة الجسدية للنساء. ما تحطش برضو بند فكرة ان انت تجرم كل أشكال العنف ضد النساء وخاصة العنف الجنسي، لأن احنا شفنا طبعا منذ ثورة 25 يناير إلى الآن هناك انتهاكات رهيبة جدا سواء كان بالتحرش أو الاغتصاب، ناهيك بقى عن كل أنواع العنف اللي موجودة، ونبقى فيه قال إن الدولة تلتزم بعمل آليات تضمن تأهيل النساء المعرضات للعنف إلى ما آخره. كمان فكرة التعليم أنه لازم يتنص عليه تاني أنه هو يبقى مجاني، طبعا ده مجاني موجودة ومنصوص عليها، لكن لازم يبقى فيه أشكال من المدارس المجتمعية بتساعد البنات اللي هي ما بتقدرش يدفعوا لها فلوس انها تبقى بتتعلم، لانك انت عندك احنا عندنا غرامه هزيله جدا للي ما بيودوش ولادهم التعليم. كمان ان احنا قلنا مهم جدا يتذكر المساواه بين النساء والرجال، ولو تفتكر كان في ديبيت جامد جدا على ماده من المواد كانت وقتها 42 في الاول خالص طبعا بعد انه لا ما فيش حاجه حطوا مساواه بين الرجال والنساء بس على اساس الشريعه الاسلاميه ومش عارفه ايه، فاحنا قلنا ما فيش شرط للمساواه بين الرجال والنساء، وحصل مساومات كبيره جدا وفي الاخر اتلغت الماده من بابها.
لا اتحطت دي ولا اتحطت. ده كان الحل الامثل في كثير من المواقف، مش بس في المواد المتعلقه بالنساء. فانه طب خلاص بقى نريح دماغنا، احنا مش هنعمل لكم حاجه، بس في نفس الوقت انتم مش تعملوا لنا حاجه، فاحنا هنشيل الماده خالص. طبعا الدستور كمان كان بيقيد الحريات، اعطى سلطة مطلقة للرئيس الجمهورية بشكل رهيب جدا، وجانت لنا المادة 2 اللي هي محدش مختلف عليها، انما حطوا لنا المادة 219 اللي هي بتاعة الأحكام الكلية. واللي في الحقيقة بقى، وده الغريب، لما نيجي لإعلان الدستور الجديد، وده كان مخيب للأمال جدا جدا جدا، لأنه خدوا المادة 2 والمادة 219 اللي البرهامي قال احنا ضحكنا على العلمانيين وحطيناها، وانه سليم العوة هو اللي شار علينا بيها، وحطيناها تحت خالص في 219. فمش فاهمة ازاي بعد ثورة 30 يونيو مين اللي مسؤول عن الاعلان اللي تم الاعلان عنه، انه يجيب المادة 2 والمادة 219 ويحطها لنا في اول مادة في الاعلان الدستوري، اللي هي نصها ايه، اللي هي فكرة الشريعة الاسلامية اللي محدش مختلف عليها، اللي هي المادة 2 في الدستور القديم، لكن جابوا لنا المادة 219 اللي هي بتقول الاحكام الكلية، اللي هي في اختلاف على التفسير نفسه في موضوع الشريعة، وقلنا ان ده يفتح احكام الشريعة والمبادئ الشريعة، احكام مش المبادئ. وبالتالي انت رحت جاي بعد ثورة عظيمة يعني صارت على هذا الاستبداد والطغيان، ومن ضمنه الدستور ده، تيجي تحطها لي ليه؟ السؤال ليه؟ ومين اللي كان مسؤول عن وضع هذا الاعلان الدستوري؟ كان في كلام ان كان في ضغوط من حزب النور، حتى لو ضغوط مش من حق حزب النور، لانه ما عملش الثوره معانا، ما عملش ثوره 30 يونيو، وهذه الاحزاب، وانا بقولها وهقولها مليون الف مره، التي شكلت على اساس ديني يجب ان تحل فورا، سواء كانت احزاب اسلاميه، احزاب مسيحيه، ايا كان، لا يمكن ان تكون الاحزاب على اساس ديني. وده البدعه الجديده اللي عملوها لنا بعد لما جت ثوره 25 ايار. فده طيب، لازم يبقى مرفوض، لان هو ده اللي هيدخلنا في نفس الحكايه. يعني احنا لو تعطينا للسلفيين بنفس الطريقه هنعمل عليهم ثوره برضو بعد، فليه طول الوقت مدخلين نفسنا؟ احنا عايزين نبني، احنا عايزين نبدا نبني البلد بتاعتنا، نعمل قوانين تكون توافقيه بين، انما مش يجي طيار واحد ما شاركش في الثوره يبقى هو اللي ليه الغلبه في فرض، حتى ده مش فير، يعني مش عدل. يعني الكلام ده لو انت بتقول، انا مش بنقول نقص حد، بس تبقى موجود بصفتك مدني مش بصفتك حزب ديني. اهلا وسهلا باي مواطن ومواطنه مصريه يبقوا في الحياه السياسيه بس يكونوا مدنيين. تمام، حضرتك اتكلمتي وفندتي مشاكل الدستور المعطل، سامح لنا لو سميناه معطل، يعني اللي كان فيه كل المواد اللي بتعيب، وهقول ايه، يعني شيء مؤسف الحقيقه جدا. تمام، طيب ما هو بقى اولا وثيقه نساء مصر والدستور اللي حضرتك اشرفت عليها؟ احنا اولا الوثيقه ايه المطلوب بقى؟ المطلوب طبعا احنا عندنا لجنه العشره دلوقتي، اللي هي برضو هرجع اقول تاني ما فيهاش امراه واحده. لو حد قال لي اصل كلهم قضاء، مش حقيقي، لان المجلس الاعلى كمان رشح، ما فيش استاذه بتفهم في القانون، واحنا عارفين ان صناعه القوانين الدساتير مش بالضروره يبقى استاذ فقهي دستوري هو الوحيد اللي شغال، او هم دول النوعيه الوحيده. صناعه الدساتير بيشارك فيها مواطنين من تخصص مختلف، بس مفتوح المجال ان اي سيده تقدم مقترحاتها. يعني هو لو هو طالما تم اخذ المقترحات، السؤال انا مش عايزه الرد ده، والرد ده انا مش هقبله خالص. أنا لا مش هنش برد عليه. يعني وجهه النظر الاخرى، ده الرد بالظبط، ده الرد لطول الوقت. انه ليه؟ طب ما انا عندي فرصه. هو انا هفضل الاداء النساء دول وحقهم مؤجل لغايه لما نموت بقى ولا ايه؟ لغايه لما يعني نقابل كلنا ربنا نفضل نعمل ثورات يقولوا لنا معلش استنوا، اصل دي مرحله انتقاليه، اصل في لجنه الخمسين، فتيجي لجنه الخمسين تقول ايه؟ يبقى في 10 نساء. لا انا مش عايز 10 نساء بس في لجنه الخمسين، حتى لو في 10 نساء يبقى من ضمن ال 40 التانيين يبقى في نساء، لان ده حقنا. احنا طول الوقت عايزين، شايفين في الاعلام تسقيف للنساء والنساء العظيمات وخرجوا وعملوا، هم عملوا الثوره. طب انا عايزه حقي بقى كامراه. ومش بقول حق ان انا بجيب اي، في نساء قادرات ومتخصصات ومهنيات. طيب، هي دي الفكره. احنا بقى قلنا ايه؟ اولا قلنا اول حاجه احنا هويه مصر هي هويه متنوعه، هويه فرعونيه، اسلاميه، قبطيه، افريقيه، عربيه. تمام، كمان يجب سمو المواثيق الدوليه واتفاقيات حقوق الانسان على اي شيء عداها، ولان مصر ماضيه على بالمناسبه الدستور اللي فات ما تحطش كلمه
مواثيق دولية لحقوق الإنسان نهائيا، وكأننا عايشين برا الدنيا. المواثيق لحقوق الإنسان اللي هي إنسانية وتشمل كل المعمورة، مش ما هو في مجلس قومي لحقوق الإنسان يا فندم. أيوة، إيه علاقة ده؟ ما هو مجلس قومي لحقوق الإنسان، كلمة حقوق الإنسان دي معناها إن المجلس ده يضمن ولازم يبقى موافق على الشرعة الدولية لحقوق الإنسان. احنا بنتكلم على الدستور، مش بنتكلم على المجلس. باريس وغيره. المجلس ده هو آلية. آلية جاية منين؟ جاية من فكرة المواثيق دي، ان انت بتنشئ آلية عشان تتابع اي انتهاكات بتحصل في الدولة، وتبقى بتطبق المواثيق الدولية وبتتابع القوانين. تمام؟ فاحنا قلنا ادي الهوية، ادي فكرة الالتزام بالمواثيق الدولية، ان احنا كمان يبقى بنص على تعليم المرأة ونشجعها على التعليم، ويبقى للفقيرات نصيب اكبر. المرأة المعيلة لازم، المعيلة لازم يبقى لها نصيب في الدستور ويتم النص عليه، لانها بتشكل حوالي 40% من الشعب المصري. زي ما قلت لحضرتك، سلامة الجسد، تجريم العنف ضد النساء بجميع اشكاله، تجريم الاتجار في النساء والبنات، وده اللي اعترضوا عليه وقالوا ما نحطش حتى فكره العبوديه والكلام ده في ما تحطتش على ايه. صحيح. عشان خلاص احنا لا، العبوديه دي مش معناها بتاع زمان. انت ممكن الاتجار ده يبقى شكل من اشكال العبوديه، اخدها من المنازل وهكذا. فاحنا قلنا كل ده لازم ايه يتحط. فكره كمان الحق النساء في المعرفه، انها تبقى عندها وصول وتحكم في المعرفه، لان عارف حضرتك كمان انه دلوقتي احنا بقى في ثوره معلوماتيه. طب. فلازم ده من خلال كمان التعليم يبقى موجود الثوره المعرفيه، تقدر الستات زي الرجاله بالظبط يوصلوا لهذه المعرفه. ان كمان في فكره تمثيل مصر على المستوى الدولي، وطبعا في نساء بتمثل مصر على في سفيرات طبعا، انما يبقى في عددهم اكبر من اللي موجود دلوقتي. احنا يبقى عندنا اليه بتتابع الانتهاكات، ودي تبقى اليه تنشا زي يعني مثلا المجلس القومي للمرأة موجود، وفي مكتب الشكاوى، دي آلية من الآليات. يا ريت ده يبقى في استمرار ليها، ما يجيش يلغونا الآلية دي تحت فكرة ان احنا ملهاش لازمة او كده. اتفضل يا فندم. في كلام على فكرة ان المرأة محتاجة للحماية التشريعية. تمام. او الدستورية، دي نقطة مهمة جدا بحييك عليها. احنا حطينا دي ان كمان يبقى المساواة امام القانون بين الجنسين. تمام. يعني ما يبقاش في تمييز بين المرأة والرجل في القوانين. التمييز الايجابي يا فندم، ده التمييز بقى الايجابي بقى، هو ده اللي انا كنت هقول عليه. فكرة المشاركة السياسية للنساء، انت عايز تشجع المشاركة السياسية للنساء بس على المستوى كمان الرسمي. انت اوريدي شفت النساء خرجوا وبيخرجوا والى الان موجودين، انما عايزه انا لما يجي لي برلمان ما يبقاش في 11 9 منتخبات واثنين معينات زي حصل اللي فاتت، وللاسف كل معظمهم كانوا من التيار الاسلامي السياسي، عشان ما نقولش تيار اسلامي ومش عارفه ايه. ليه بقى؟ لان في الحقيقه القانون بتاعنا كان مشكله، قانون الانتخابات قال لك على الاقل امراه واحده في الليسته، يعني واحده وخلاص وحطها. ففي ناس كتيره في الاحزاب ريحت نفسها عشان ده جبر قانوني، راحت حاطه مين؟ امراه واحده، وفي اخر فين القائمه؟ مش فاكره بيحطوا ورده. بالظبط، الورده اللي اتحطت للسلفيين، وساعات كانوا بيحطوا صوره الزوجه. فدي كانت مهزله طبعا، ما اعتقدش انها يعني هتحصل تاني، ولا المفروض لجنه الانتخابات تبقى بتسمح بحاجه زي كده يعني. دي كمان فانت لازم قانون الانتخابات ده يتغير، لان في حاجه التمييز الايجابي اللي هو ايه؟ ان انت زي الكوتا بتاع زمان اللي كانت عندنا 64 مقعد واللي استغلها الحزب الوطني. احنا بنتكلم على المبدا، من حيث المبدا طبقا لاتفاقية الغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة واللي الحكومة المصرية ماضية عليها، في حكاية التمييز الإيجابي تبقى على مدى دورتين، إن أنت تقول في نسبة معينة للنساء لازم تاخدها في البرلمان لمدة مثلا سنتين، دورتين، وبعد كده تنتهي عشان نضمن إن يبقى في تمثيل للنساء حي. وفي أشكال تانية من الكوتا، بلاش حكاية ال 64 ولا معرفش كام، إن أنت تقول إن على قوائم الأحزاب يبقى في تناوب راجل ست راجل ست راجل ست، يبقى على الاقل هيجي لك 35% نساء في البرلمان، مش بالضروره 50 ولا حاجه. لان اعتقد ان ده نموذج المتبع في الجزائر.
تونس كمان تونس. والجزائر والجزائر عملت تجربه هايله جدا جدا جدا، وليبيا عملت في الانتخابات الاوليه بتاعتها حاجه كده. وليبيا مع ان ليبيا كمان نسبه الاميه فيها كبيره جدا طبعاً. وده واقع في السيدات تحديدا تمام. ومع هذا كان في يعني اجبار على وجود المراه. اللي انا بس عايزه اقوله كمان، الناس ساعات بتفتكر، طب هل ده فكر مختلف؟ يعني انا مش فاهمه، هل احنا النهارده بنتكلم زي ما حضرتك قلتي في ثوره فعلا، هل هذه البلاد فكرها مختلف عن فكر الدولة المصرية الحضارية اللي من 60 سنة من آلاف السنين؟ يعني انا هقول لك على حاجة بقى مهمة، اوروبا مش فيها دول متقدمة عنا بكتير؟ الكوتا فيها، السويد فيها، ورغم دي دول فيها قوانين للمرأة رائعة انهم حاطين كوتا للنساء، واخد بالك؟ السودان فيها كوتا، فلسطين فيها هي كوتا، هي ضمانة لحق المرأة في ممارسة حياتها لمدة محددة مش لطول العمر. انت بتقول لمدة دورتين برلمانيتين، تمام. فلازم يتواجد شكل من الأشكال اللي يخلي، وبنقول للأحزاب كمان يا أحزاب فوقوا، انتوا قاعدين تستخدموا النساء، والنساء كانت بتطلع في كل حتة في الثورة، مش عشان انتوا تطلعوها، لا خلاص هي بتطلع لوحدها وبتيجوا تستخدموا أصواتها، فالأولى ان النساء تبقى على رأس القائمة الحزبية. اخترت يا فندم يعني الطلبات دي عرفتوها ازاي؟ يعني جميل، ده سؤال برضو عايزين كده هقول لك. احنا عملنا حاجه جميله جدا السنه اللي فاتت، عملنا استماره فيها اسئله للنساء من مختلف الطبقات في كل محافظات الجمهوريه، تقريبا كان عندنا حوالي 20,000 امراه مالت الاستماره دي، وقلنا ده قبل الدستور قبل وقدمنا للجنه الجامعات التاسيسيه اللي قبل قلنا لهم انتوا عايزين ايه في لدستور مصر بشكل عام، وعايزين ايه ليكوا كنساء، وطلعت وجبنا ده وفرغناه، ونفس اجاباتهم بنفس الشفهيه يعني. وفي نفس الوقت عملنا احنا تصور للوثيقه البنود بقى بشكل دستوري، يعني حتى الكتابه لما تيجي تقرا في الجزء الاولاني هي كتابه قانونيه شويه، لكن الثانيه هي زي ما قالت السيدات، ولقينا ان ما فيش فرق بين هنا وبين هنا تماما. وهتستغرب ان كان مطلب اساسي جدا للنساء الحمايه في شوارع مصر، احنا عايزين اليات حمايه في شوارع مصر، وعايزين يبقى اجرنا زي الرجل، وعايزين نوقف العنف الواقع علينا، وعايزين ما يبقاش فيه تمييز على اي، وعايزين الست تبقى بتعرف اكتر، يعني نفس الحاجات اللي انا قلتها دي في الاول هي نفسها اللي طلبت بيها سيد، عشان ما يقولوش ان انتوا قاعدين في اوض مغلقه وعملتوا هذا الايه التصور. دكتوره عزه كامل الكاتبه والمدير التنفيذي لمركز اكت او مركز وسائل الاتصال الملائمه من اجل التنميه، بشكر شكرا جزيلا، واعتقد ان هي مقترحات، مش مقترحات، هي مطالب اساسيه كل يعني سيده في مصر عندها قليل من الوعي وان هي عايزه يكون في مستقبل احسن ليها ولبناتها ولاولادها كمان ايضا، لان السيده هي ايضا رجل ناجح، اعتقد ان دوت يعني مطلب مهم جدا في دستور مصر ان شاء الله تبقى مصر حضاريه ومدنيه واجمل حاجه في الدنيا باذن الله. ان شاء الله مشاهدينا لسه كاملين معاكم، نهارك سعيد، خليكم معانا.